الفار الصغير قدر ينقذ ملك الغابة، رغم إنه بياكل لحمة كتير بقى وزنه كبير، وعشان كده شرس وخطير. تعالوا نشوفه هينقذه ازاي في حكايتنا النهاردة، هيقدر ينقذه وهنستمتع بيها بعد الفاصل. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء. طبعا الأسد زي كل الملوك بيحب ينام ومحدش يزعجه، ما هو ملك. لكن الفار الغلبان قام من نومه وهو جعان، راح بسرعة يدور على أكل غصب عنه. وهو ماشي جه عند عرين الأسد، والعرين ده اسم المكان اللي بينام فيه ملك الغاب. بص يا عيني، الفار الصغير حظه كان وحش، وهو ماشي بشويش رجله جت على ايد ملك الغابة. ايه اللي هيحصل؟ يا نهار ابيض، لازم الاسد هيجي ياكله. وزي ما توقعنا قام الاسد ماسكه بسرعة، ازاي تتجرأ وتيجي عندي وكمان بتدوس على ايدي؟ طب انا هاكلك. ومن خوفه قعد يعيط ويقول له ارجوك سامحني، ده انا ضعيف وما كانش قصدي، جعان رايح اجيب اكل اخر مرة بس سيبني. قعد الفار فيه يترجى، بس سامحني ارجوك سيبني المرة دي وبس، وهيجي الوقت اللي ساعدك فيه. يضحك الاسد ويقول فار صغير يساعدنا؟ لا، ده انا الملك. شفتوا لما الاسد اتكبر ايه يحصل له؟ الله اكبر. تاني يوم يصبح جعان، يمشي بسرعة زي الفار، عايز يلاقي حاجة ياكلها، لكن يا خسارة، لقى صياد حط له شبكة ووقع فيها. يصرخ الأسد ويقول ساعدوني ساعدوني، لكن مين يقدر يساعده؟ اللي اسمه الفار، أصله وعده إنه يساعده. بس فار يساعد أسد؟ طب إزاي؟ وعلشان هو صغير ربنا رزقه بقوة عجيبة، أسنان جامدة يقدر يقطع أيها شبكة. وجري بسرعة صاحبه الفار، راح على الشبكة قام قرقضها. طلع الأسد وبص له كده وقال له شكرا، من النهاردة احنا أصحاب. لكن فعلا أنا عايز أشكر الفار لأنه وفى بوعده مع الأسد، وزي ما الأسد سابه وسامحه كمان لما جه الوقت قدر يساعده. وده معناه يا أصحابنا إن احنا نستفيد من قصتنا النهاردة، إن احنا ما نستقلش بأي شخص كان. رب كلنا متساويين عند الله سبحانه وتعالى، وزي ما أنا عندي خصائص بكون قوي بيها، غيره كمان عنده خصائص يكون قوي بيها. يا ترى استفدتوا إيه النهاردة؟ اكتبوا لنا في التعليقات، واستنونا في حلقة جديدة من حكايات الطفل العبقري. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي، وشعارنا خير البناء بناء الأبناء. لكل حضانة أو معلمة عايزة تتميز بتعديل سلوكيات أطفالها تقدر تحصل على اللوحات اللي موجودة معانا في شكل بانر مقاس 1.70 متر، ونقدر كمان نحصل على حكاياتنا في الطفل العبقري في شكل كتاب كبير A3 أو كتاب صغير A4. واللوحة اللي معانا النهاردة مصنوعة من البانر التقيل، رقم اللوحة 106 من مناهج الطفل العبقري. وعشان تطلبوها اتصلوا على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناهج الطفل العبقري، خطوة بخطوة نحو العبقرية. خير البناء بناء الأبناء.